طيب دي المراحل، دي المراحل، دي المراحل، معلش عايز اجابات تكون بقى ايه واضحه في الجزئيه دي علشان الرجل الشارع العادي يوصل له الموضوع بطريقه مبسطه. دي المراحل بالنسبه للجمعيه العموميه احنا شرحناها للناس. بند 8 سنوات محطوط ولا لا؟ ده رقم واحد. شوف اقول لحضرتك حاجه، انا عشان كده الكلام اللي هقول لحضرتك تاني، بالنسبه لبند 8 سنوات او بالنسبه لتحديد عدد السنوات، كانت في وجهه نظر بتقول انه ما يتحددش عدد السنوات وتترك مفتوحه، ولكن الفيفا لما حط في لائحته الجديده انه بند 12 سنه، الفيفا حطها 12 سنه، يبقى اذا اقرار بند 8 بند 8 سنوات ولا اقرار بند 12 سنه او اقرار عدد معين من السنوات اصبح جائز ووجوبي موجود في اللوائح بتاعه الاتحادات، الاتحادات كلها يعني سوري الاتحادات الاهليه في كل الاتحادات تحدد بند 8 سنوات. وبالتالي انتوا حددتوا 8 انتوا حددتوا 8 والله دي ده مقترح حضرتك يعني مقترح للثمانية، مقترح 8 سنوات ده مقترح فعلا موجود، وحسب ما تشوف بعد كده الجمعية العمومية والفيفا، لكن مقترح بند 8 سنوات موجود، احنا ما عدلناهوش من اللائحة القديمة يعني اللائحة القديمة. طيب. موجود فيها.